أيها الشاب قد تكون سريا لكنك فظ جدا ثم أنت عنيد كالثور. إلى غرفتك ماريا. لماذا؟ لماذا ما دام هو البادئ بالتحدي؟ اليوم أجمل من يوم. شكرا يا ابن عمي. مع أننا ابن عم لا تناديني هكذا. أحب أن أسمع اسمي من فمك. حسنا رودريغو. لقد تركت لك بعضا من الحساء المفيد على الفرن، إنه لذيذ. لا أحب